أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على إنشاء شبكة طرق تستوعب 100 مليون نسمة. وفي مداخلة له خلال افتتاح محور التعمير الجديد بمحافظة الإسكندرية، أوضح الرئيس السيسي أن شبكة الطرق كانت تخدم في السابق 30 مليون نسمة، مشيرا إلى أنها لم تشهد في السابق أي تنمية. إن شبكة الطرق قبل أنا ما أجب أتولى المسؤولية كانت بتخدم يعني تخطط على 20-30 مليون، وعشان كده كانت مش ما بتلبيش لا تنمية ولا حركة. مش كده يا دكتور مصطفى؟ لا تنمية ولا حركة. فاللي احنا بنعمله ده بنحاول نعمل شبكة تناسب ال 100 مليون ويمكن 10 سنين جايين كمان. بس أنا هتوقف هنا عند حاجة. وهتستغربوا قوي من الكلمة دي، بس تخيلوا أنا بحمي جسر الترعة بالطريق، مش كده يا كامل؟ أيوة فندم. تخيلوا يا سادة يا مصريين إن إحنا عشان نحمي الجسر ده والناس ما تبنيش عليه، اللي هو دي أرض دولة معمولة عشان الجسر ده، الجسر ده معمول عشان يحمي الترعة وما يترميش صرف في الترعة أو في المصرف، لو أنا مش كده يا دكتور مصطفى؟ أو مخلفات يعني. يوم اضطر إن أنا عشان أحمي الجسر ده هو اللي اعمله طريق، صح كده؟ أيوة. نخدم طريق ونحمي الجسر بتاعت اللي هو جسر ارض دوله.